في الجانب الأول الذي تابعناه كنا نتابع جزء حول تمكين المرأة اقتصاديا في دول العالم. ما علاقة التمكين الاقتصادي للمرأة إذا كنا نتحدث عن تماسك المجتمع وهذا شق مجتمعي، لكن ما هي الجدوى الاقتصادية لتمكين المرأة اقتصاديا داخل المجتمعات؟ يعني طبعا في البداية ما فيش شك انه المرأة بتمثل كيان مهم جدا واحد اهم يعني التوليفة البنيانية لبيان اي مجتمع او تركيبة اي مجتمع بشكل او باخر، ايا كانت الدولة وايا كانت الثقافات اللي بتحكم نطاق عمل هذه الدولة داخليا. المرأة دايما بينظر اليها على انها عنصر فعال ومهم جدا في حتى على سبيل العملية الانتاجية في اي اقتصاد. واعتقد احنا كمان على النطاق المحلي في نطاق الدوله المصريه قطعنا شوط كبير جدا استاذ احمد في هذا الملف تحديدا فيما يتعلق بتمكين المراه سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا، حتى من خلال البرامج الاجتماعيه والحمائيه اللي كانت بتقدمها الدوله من خلال وزاره التضامن الاجتماعي. وحضرتك لو تتذكر انه في كل المؤتمرات والمحافل المحليه على راسها طبعا مؤتمرات الشباب كانت هناك جلسه بتعقد بشكل دوري وبشكل دائم عن اليات وكيفيه تمكين المراه المصريه داخل المجتمع المصري. العالم الان ينظر الى المراه باعتبارها بتمثل يعني رابط مهم جدا في نسيج او تكوين اي مجتمع داخليا، وبالتالي زي حضرتك يعني تابعت انه كان في هذه الجلسه الافتتاحيه اللي فيما يتعلق بتمكين المراه في اطار اجتماعات قمه مجموعه العشرين انه الولايات المتحده الامريكيه او قمه مجموعه العشرين هترصد ما يقرب من حوالي 2.6 مليار دولار لدعم تمكين المراه اقتصاديا في الحاله الاقتصاديه. الحديث عن رغبة هذه الدول التي تشكل جانب مهم من الاقتصاد العالمي في أن تمد يد العون فيما يتعلق بتمكين تعليم المرأة في بعض الدول النامية وتحديدا الدول الإفريقية، هل هذه التجربة بذاتها يمكن أن تقدم تطورا حقيقيا أو طفرة حقيقية داخل الدول الإفريقية أو الدول التي تصنف على أنها دول نامية؟ بالتأكيد طبعا، لأن المرأة في إفريقيا تحديدا في القارة الإفريقية يعني لسنوات طويلة جدا كانت مهمشة بشكل كبير في كافة القطاعات، يعني تعليميا صحيا ثقافيا مجتمعيا. وبالتالي يعني ببساطة شديدة احنا بنقول انه تأهيل اي مجتمع بيبدأ من المرأة باعتبارها يعني المكون الرئيسي او العمود الفقري لاي أسرة او لاي مجتمع، وبالتالي تنشئة هذه المرأة ومنحها كافة حقوقها اجتماعيا وثقافيا وسياسيا واقتصاديا بشكل جاد وبشكل حقيقي، تمكين حقيقي فعلا نقدر نتكلم عنه داخل يعني هذه مسألة يقينية. يعني كان أمير الشعراء يقول فعلا: وإذا النساء نشأن في أمية رضع الرجال جهالة وخمولة. لكن مسألة رصد 2.6 مليار دولار لهذه القضايا، قضايا تمكين المرأة اقتصاديا أو دعم برامج تعليم المرأة والفتيات في الدول النامية، وربما أول ما يخطر ببال كل المتابعين هي دول القارة الإفريقية باعتبارها تتماس مع هذه القضايا، هل هذه الآلية كافية لكي يتغير وقع هذه الدول إلى دول تقدم برامج تعليم كافية للفتيات أو للمرأة في هذه المناطق؟ أنا أعتقد أنه يعني هو ده أحد أهم الأهداف السامية اللي نشأت من خلالها مجموعة العشرين، وفكرة دعم اقتصاديات الدول الناشئة والدول النامية في ملفات عديدة، من أهمها طبعا هو ملف تمكين المرأة تحديدا من الناحية الاقتصادية. أعتقد هذا المبلغ من ممكن ننظر إليه على أنه مبلغ ضئيل نسبيا بحجم الاحتياج الحقيقي للواقع الموجود داخل القارة الإفريقية لتأهيل المرأة من الناحيه الاقتصاديه تحديدا او من الناحيه الصحيه او التعليميه او خلافه. اعتقد احنا في مصر قدمنا يعني بدايه او يعني خطوه على الطريق لتاهيل المراه واعاده ادماجها في المجتمع سواء في القطاع الصحي او القطاع التعليمي او خلافه، واعتقد ان مصر في طريقها لتعميم هذه الخطوات في اطار استراتيجيه مصر للتنميه المستدامه افريقيا 2063. فاعتقد ان يعني لما هذه الخطوه تاتي من القوى او اكبر 19 اقتصاد في اطار استراتيجيه جامعه الاتحاد الافريقي بالفعل يا فندم، فاعتقد ان ده وطبعا في ظل ترأس مصر للاتحاد الافريقي اعتقد ده هيسهل كتير جدا من هذه الخطوه. الاهم استاذ احمد انه يعني حضور مصر في هذه القمه تحديدا هو ليس فقط حضور او تمثيل على المستوى المحلي لجمهوريه مصر العربيه فقط، انما ايضا تمثيل على المستوى القاري. واعتقد ان ملف تمكين المراه من اهم الملفات اللي بتتصدر ايضا اجنده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مباحثاته مع العديد من القاده والزعماء للحديث او لان احنا النهارده بنتحدث عن افريقيا، مصر تتحدث عن القاره الافريقيه في اطار ترأسها للاتحاد الافريقي واطار ايضا استراتيجيتها للتنميه المستدامه افريقيا 2063. فاعتقد ان ده هيسهل بشكل كبير لكن جدا. هذا قد يقود بالضروره لسؤال حول نظره هذه الاقتصادات العملاقه، الاقتصادات التريليونيه، تريليونيه الانفاق وتريليونيه الموازنات وتريليونيه حجم التبادل التجاري، نظره هذه الاقتصادات العملاقه لدول القاره الافريقيه، هل لا تزال هي النظره المرتبطه بمنجم الثروات وب
سلة الغذاء التي يمكن أن يقتنص منها قدر من الثروات معتبر ثم نلقي الفتات، ولا طبيعة النظرة الحاصلة لدول القارة الأفريقية؟ ده سؤال مهم جدا بحيي حضرتك عليه، لأنه الاقتصاد دائما وأبدا هو بيحكمه لغة المصالح أستاذ أحمد. الدول العظمى والاقتصاد العظمى حتى على مدار تاريخ الاستعمار في القارة الأفريقية سواء المعسكر الشرقي أو المعسكر الغربي مرتبط دائما بحجم المصالح، وإن كانت هذه الدول منحت القارة الأفريقية استقلالها لكلا الطرفين، لكن تبقى التبعية الاقتصادية عامل مسيطر مهم جدا على الدول الأفريقية. وحتى لو نظرنا في إطار حتى التعاون الاقتصادي ما بين القوى العظمى على الأساس الصين على سبيل المثال والقارة الأفريقية، بتحكمها المصالح الاقتصادية في المقام الأول، وهذه الدول بترى أن المدخل الاقتصادي هيجلب ليها العديد من المنافع والمكاسب الاقتصادية، فبالتالي هذه الدول بتلعب فكرة اللعبة ثنائية المكاسب لكلا الطرفين، ليس فقط من فكرة البعد المجتمعي أو المسؤولية المجتمعية الدولية من جانب هذه الدول تجاه القارة الأفريقية.